اهلا اهلا، بقى انت قاعد في العز ده كله وسايبني مع العقارب في جحر العقارب وحدي، اكل طقه وافوت طقه واحط القرش على القرش. اخس عليك اخس عليك يا جاحد يا ناكل للجميل. ايه دي اما؟ اخس عليك. هفهمك انا هفهمك. اما وانت خليت فيها اما بايام ما انا ما ينفعش اقعد مع ولاد خالي علشان الكبريت والبنزين والجاز والولاعه، وانت علشان تيجي وتمشي وتقعد في العز ده. ايه ده يا ولا؟ ده عش مستورد؟ طبعا. وده يا ولا يا جزمه بتاكل ايه؟ مجوهرات؟ سايبني انا في الحاره والقشر وانت قاعد هنا قلبي وربي غضبانين عليه. خلاص يا اما خلاص، قولي لي بس انت عايزه ايه وانا اعمله لك. انا قاعده هنا، انا مش ماشيه من هنا يا حلاوه. تقعدي فوق راسي وهتني هنا. ماشي. وعايزه قمرير. عايزه ايه؟ عايزه قمريره شغاله يعني، وانا ما استاهلش ولا ايه؟ وانت عرفت منين كلمه قمريره دي؟ بيقولوا كده. ماشي هجيب لك القمريره دي. ماشي. انا عايزك تمدي ايدك وتاكلي. اكل ايه يا ابني؟ الحاجات دي انا معرفهاش. فاكره يا اما لما كنت بتخبي مني الكباب؟ انا عمري ما اخبي منك اكل. يا سلام. كل يا حبيبتي. انت خبيت مني البله كلها. دي بقى اسمها ميني بيتزا. ميني بيتزا؟ ميني قلة الأدب ده، ابعد ابعد. ميني بيتزا. كلي بس كلي. وانا مش عرفني ده أكل يهود ولا لا إيه؟ لا 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 يعجبك أوي. ميني بيتزا. ده عيش يا معفن. بيضحكوا عليكوا. ده عيش. بس أفرنجي. أنا عايزك تاخد راحتك في البيت ده كله. اعتبريه مش تعتبريه، هو أصلاً بتاعك يا حبيبتي. كل ده فضل دعواتك، بس انت بس ادعي لي. يا خرابي يا خرابي يا خرابي يا احمد احمد. ايه يا ايه؟ ولا ايه اللي تفر ولا ايه؟ ايه ده اللي انت عامله؟ ايه؟ ليه مش قافل البتاع دي بقفل؟ قافل ايه اللي بقفل دي؟ التلاجة؟ اه دي مليانة حاجات حلوة وحاجات تحكي كده. لا حول الله يا رب. ايه يا ولد؟ تعالي معايا يا امه. تعالي هنا. عايزة ايه؟ اقفلها بقفل. المال السايب يعلم السرقة. مال سايب يعلم سرقة؟ في التلاجة يا أمه، في التلاجة. اه تعالي بس معايا. تعالي تعالي. قالت توقعي يا قلبي. انا قلت ايه؟ لقيتي فار في التلاجة ولا حاجة؟ فار ايه يا واد؟ الشغالين دول عينيهم فارغة، يعني تقولها هاتيلي حاجة من التلاجة تروح مادة ايديها واخدة حاجة. يامه أرجوكي أبوس إيدك اسمعي كلامي وافهميه، أنت تقعدي في الأوضة والشغالين يجيبوا لك الحاجة لغاية عندك. ما أنت هتفلس كده يا ولا، هتفتقر. إيه الخيبة دي؟ بقول لك إيه؟ قولي. أنا هقعد في الفيلا هنا بقى، مش هرجع الحارة. تنوري، أنت تأمري وإحنا ننفذ على طول. ها، في حاجة تاني؟ آه. إيه بقى؟ بص، شقة اللي هم قاعدين يبرطعوا فيها دي هنقفلها. دي تجيب شيء وشويات، هنأجرها تجيب 600 جنيه. 600 جنيه؟ اه 600 جنيه ايه ياما؟ انت مش شايفه العيشه اللي احنا عايشينها؟ 600 جنيه بالنسبه لنا يعني ملاليم دلوقتي. يا حبيبي يا ابني 600 جنيه ملاليم بالنسبه لك؟ طبعا. امال ايه؟ الله، ده والنبي ربنا استجاب له دعائي. طول عمري عارفه ان انت ربنا بيحبك وهيفتح حالك، وانا ادعي لك يا رب يفتحها في وشك ست غورس. حلوه يا سيده والنبي عسل. وادعي ربنا يفتحها في وشك، وطول عمر ربنا يحبك وناويها لك. والله انا كل ركعه وكل صلاه كنت بدعي لك. ركعتي وصلاه ايه يا ماما؟ وانت عمرك سجدتيها؟ ايه يا ولا، من سن 7 سنين وانا بركع وبصلي. انت اللي ما بتاخدش بالك. ايوه صح، انا ما باخدش بالي. بقول لك ايه؟ ايه؟ انت خلاص ربنا فتحها عليك. أيوة. وبقيت كبير المقام، ومقام امك من مقامك. طبعا. لازم بقى البس بقى شيك وحاجات. عجبك يا ماما والله. ودهب يا حبيبتي، ده انت تطلبي عيوني. الله يخليك. دهب يا واد في شركه. حاضر. ورصيد في البنك. رأي؟ رصيد في البنك. انا مش هتكلم معاكي. ولا عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ رصيد في البنك. ماشي يا ماما، عشان عيونك الحلوه دي هحط لك رصيد في البنك. حاجه تاني؟ بقول لك ايه؟ هنا عاملين حفرة كده وحاطين فيها ميه، بيسموها بسين، حمام سباحة يعني. ما عندكش ميه وتنزلي تاخد لي خصين ولا حاجة؟ قطعة واحدة. عسل يا أم أحمد يا عسل. يا حبيبي يا حبيبي، ربنا يحميك، ربنا يحرسك. يا اللي عمرك ما قلت لي لأ،
ياللي عمرك ما شحططتني وراك، كل حاجة بتعملها لي ودغري في حياتي. حبيبي 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 طول عمرك، يا رب يا رب يريحك يا ابن بطل.